في سلوكات احنا نشوفها كل يوم من حولنا وحوالينا قد لا تكون منطقية، قد لا تكون مبررة، في آراء قد لا تكون منطقية وقد لا تكون مبررة فننتقدها، لأنه احنا نمتلك القدرة على التفكير الناقد. يعني واحد جاي يقول لي مثلا انه والله انا البارح تعشيت في القمر وجئت الى الارض بعد رحلة منهكة وطويلة، هذا كلام غير منطقي. يعني تفكير الناقد يفند لك الكلام الغير منطقي. ومن هنا لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في بعد رحلة الإسراء والمعراج حيث أسري به إلى المسجد الأقصى ورجع يقول ذلك لقريش كذبوه، لأنهم فكروا بشكل ناقد فقالوا هذا مخالف للواقع. لكن هناك معايير أخرى، وهذا اللي جعلني آتي بالمثال، أنه المنطق تنحسر دائرته بل وتمسح اعتباراته كلها إذا ما اعترض مع دليل من الكتاب والسنة، لأنه منطق الإنسان أضعف وأقل من أن يستوعب الحكمة الإلهية والقدرة الربانية التي قد يأذن بها سبحانه وتعالى أو قد يختص بها عبدا من عباده، كما اختص محمد صلى الله عليه وسلم بالإسراء به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى نهاية قصة الإسراء والمعراج. إذن التفكير الناقد ينبغي أن نطفئ شمعته وأن نطفئ نوره إذا ما جاءني دليل من الكتاب وحديث صحيح من سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الآن لا دور للتفكير الناقد، الآن ينبغي أن أؤمن وأن أسلم، وإلا سأكون شخص خالفت المنطق. هنا المنطق يقول أنه حكمة الله سبحانه وتعالى لا يمكن للبشر أن يفهموها، ومن هنا أصبحنا نقول في بعض المواضع ليس لك الحق أن تعرف الحكمة حتى تطبق أو لا تطبق. ما جاءك من الرسول صلى الله عليه وسلم فخذه وطبقه وامتثله وسر حذوه عليه الصلاة والسلام واتبع سنته حتى لو لم تفهم الحكمة، لأنك لو أردت أن تفهم الحكمة قد لا يتسع عقلك لاستيعابها، إحنا قدرتنا الذهنية والعقلية أضيق من ذلك بكثير. العالم بيتغير من حوالينا بسرعة الصاروخ، هل طريقة تفكيرنا بتتغير بسرعة موازية تخلينا نواكب التغيير في نوع ودرجة تعقيد المشاكل اللي بتقابلنا كل يوم؟ للأسف لا، لأننا بننشأ بطريقة تخلينا نتعامل مع المشاكل بأسلوب تقليدي، اتعلمنا حاجة وبنفضل نكررها ونعيدها تاني. الواقع اللي حوالينا بيقول إن قواعد اللعبة اتغيرت، المشاكل اللي بتقابلنا بتحتاج حلول أكثر ابتكارا، يعني حلول من خارج الصندوق. علشان كده محتاجين نتعلم مهارة مهمة جدا اسمها مهارة التفكير النقدي أو الكريتيكال ثينكينج. تعالوا الأول نشوف إيه هي الأعراض اللي بتظهر على الشخص اللي ما بيستخدمش الكريتيكال ثينكينج في حياته. يحب دايما يسمع للناس اللي بتتفق معاه في الرأي ويتجاهل أي رأي تاني لا يتفق معاه. هتلاقيه دايما على الرغم من إن هو معلوماته محدودة إلا إنه بيحب يظهر إنه فاهم في كل حاجة. يحب يعيش نفسه جوه الأوهام وبيتنفس نظرية المؤامرة في كل شيء في حياته. هتلاقيه كمان بيصدق أي حاجة يسمعها بسهولة جدا وينشرها بمنتهى القوة. لو لقيت عندك واحدة أو أكتر من الأعراض دي فأنت محتاج تتفرج معنا على حلقات التفكير النقدي. تعالوا نشوف هنستفيد إيه لو بدأنا نستخدم أسلوب التفكير النقدي في حياتنا. مفيش حاجة في حياتنا أبيض وأسود، كلها درجات مختلفة من الجراي. استخدامك لأسلوب التفكير النقدي هيساعدك انك توصل لأغمق درجة ممكنة من الجراي، يعني يخليك أقرب ما تكون إلى الحقيقة. اتباعك لأسلوب التفكير النقدي في حياتك هينعكس على كل نواحي حياتك الشخصية والاجتماعية والسياسية. التفكير النقدي دايما هيخلي عندك تفسيرات وأدلة تدعم بيها وجهة نظرك وقراراتك. محدش هيعرف يسيطر عليك بسهولة أو يوجهك لخدمة أهدافه، يعني عقلك هيكون ملكك أنت بس. التفكير النقدي هيكون وسيلة دفاعك ضد أي أخبار مشوهة بتنقلها وسائل الإعلام. التفكير النقدي هيعلمك تعتمد على العقل أكثر من العواطف، وبالتالي مش أي خلاف فكري يتحول إلى معركة كلامية. التفكير النقدي هيعمل منك إنسان أفضل قادر على المساهمة بحلول مبتكرة لحل مشاكل المجتمع. التفكير النقدي مسؤولية أخلاقية عليك، التفكير النقدي واجب مش اختيار.